السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عايز تعمل بس اللي ميتنج بتعمله سواء على ميت او على تيم او على زوم او اي برنامج من البرامج، فانا شخصيا بفضل الاو بي اس. او بي اس بيخليك تعمل بس ويسجل لك اي حاجة بتحصل على الشاشة. طيب انا عايز ابدأ اخلي الشاشة تظهر عندي هنا، فهاجي هنا علامة الزايد وبلاقي كل الحاجات دي اقدر ان انا اضيفها. يعني ممكن اقول له عايز اضيف الصوت، ممكن اقول له ان انا عايز اضيف ديسبلاي كابتشر بالشكل دوت، فاضاف لي الشاشة كلها. ممكن اقول لا ده انا عايز مثلا الويندوز 10 مثلا الميثود اللي انت عايزها، تمام، والديسبلاي، فقلت له اوكي. كده هيبدأ يظهر لي اي حاجة هتظهر قدامه. يعني ممكن اصغر الشاشة دي كلها ويلقط الخلفية او يلقط الشاشة اللي بعديها على طول. طيب ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز فيديو كابتشر ديفايس، فيبدأ يشغل لي كاميرا ويضيفها. تمام، لو في اكتر من كاميرا ببدأ اختارها، الاعدادات بتاعت الفيديو، الكروس بار، فتقدر تتحكم في كل حاجة زي ما انت عايز. خلي بالنا البرنامج ده مجاني تماما. طيب هقول له اوكي. ممكن ابدأ ان انا اقول له صغر لي الجزء دوت، انا عايز انقله الناحية دي، عايز اخليه مايل كده بالشكل دوت، تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. طيب ممكن تقول له ان عايز اضيف في ال سي فيديو سورس، يبقى عندك فيديو، فتقول له انا عايز اضيف الفيديو دوت. ممكن ويندو كابتشر، ويندو كابتشر يبقى انا عندي كذا حاجه، فببدا اختار مثلا انا عايز زوم بس، هيبدا يعرض لي الزوم. فلو فتحت اي حاجه هو ملوش علاقه، هو هيعمل الزوم بس، الزوم بس هو اللي يظهر عندي في الشاشه. طيب دول اقدر ارتبهم، يعني خلي الزوم ده هو اللي تحت بالشكل دوت، اقدر ان انا اخفي واحد فيهم. هنا الصوت اقدر اتحكم، اقول له انا عايزك تسجل لي اللي بيحصل في الديسكتوب بس، او عايزك تسجل لي المايك بس. يبقى كده المايك ممكن اقفله لو انا حابب، او اقول له ما تسجلش اي صوت بيحصل على الشاشه، فبتحكم في الاثنين. طيب هنا عندي ستارت ستريمنج، اول ما ادوس عليه هيبدا بس على الفيسبوك او اليوتيوب حسب ما انا عايز. هنا هيبدأ يسجل، ممكن اشغل الاتنين مع بعض، يعني اقول له سجل واعمل ستريم في نفس الوقت، هو بيسجل بريكورد عالي جدا. عندي هنا استوديو مود بيبدأ ان هو يفتح لي بالشكل دوت عشان اقدر اعمل مونتاج بشكل كويس. طيب اخش بقى في السيتنج، دي مهمة جدا. بقول له انا عايز اعمل ستريم. طب هتعمل ستريم على ايه؟ اقول له مثلا انا عايز اليوتيوب، فخلاص هيبدأ يقول لي خد اعدادات اليوتيوب، كونكت اكونت، ولما اجي اقول له بس فهو بس على اليوتيوب او الفيسبوك او التويتر. شو اقول؟ هيبدا يجيب لك قائمه كبيره تبدا تختار منها. طيب في بالنسبه لي حاجه كويسه اللي هو ريستريم. ريستريم ده عباره عن ايه؟ ده موقع بتقدر تربطه بحيث يبث في اكتر من مكان في نفس الوقت. طيب تعال نشوف الريستريم ده. موقع هوت بنستخدمه في ان احنا نبث المحاضرات بتاعتنا، ودي الشانل بتاعتنا. الشانل دي فيها حاجات كتيرة جدا، فيها مثلا اليوتيوب، فيها حاجات خاصة مثلا بالفيسبوك، في مواقع كتيرة. طيب ممكن تقول له اد شانل، وتبدأ بقى تختار من كل دول، فتقدر تقول له انا عايز بس على الموقع ده او ده او ده. كل مواقع دي تقدر ان انت تختارها، مجرد ان انت تختارها هيقول لي دخل الداتا، فانا اقدر اعمل بس على الانستجرام او التيك توك او التويتر او اليوتيوب. اول ما بتدوس بيقول لك ايه، اعمل كونكت، ويبدا يوصل بين الريستريم والتويتر، بحيث اول ما اقول له اعمل البث يبدا انه يعمل بث. موقع سهل جدا ويعني بسيط خالص. ممكن مثلا عندي محاضره جديده هقول له كرييت نيو، وببدا بقى اختار هل انا اعمل ريستريم ستوديو عندي من البراوزر نفسه، ولا الار تي ام بي، ودي اللي هو بقدر ابث من الاو بي اس او من الزوم او الفي ام اكس. انا عاده بختار دوت، تمام، لان هو انا عايز ابث من الاو بي اس. فبيقول لي اكتب بقى اسم الايفنت، واكتب الديسكريبشن بتاعك، واكتب التاريخ، ولو في صوره عايز صوره مصغره عايز ان انت تحطها ابدا ان انت تحطها. وليكن مثلا اقول له ايه نيكست. فبيقول لي طب انت عايز تعمل بس في ايه؟ ممكن اقول له كلهم اون، بس بقالهم فتره محتاج ان انا اعمل له ريكونكت وادخل اسم الباسورد مظبوط.
طيب هو بقى دلوقتي مستني ال RTMB. ممكن اخد ال RTMB من الفيسبوك نفسه، فيسبوك استوديو بيديني الباسورد، او ممكن من الاو بي اس، او ممكن ان انا اروح بس هنا لل او بي اس واقول له في السيتنج ان انا عايز اربط نفسي بريستريم اهو، واقول له كونكت تمام، واكتب الاسم والباسورد. اول ما اقول له ستارت ستريم يبدا يبعت الفيديو بتاعي او البث المباشر بتاعي للستريم، والستريم يبدا ان هو يبث في كل القنوات بتاعتي، يبدا يبث في لينكد ان وتويتر واليوتيوب والفيسبوك وكل اللي انا عايزه في نفس الوقت. فدي افضل طريقه. الميزه ان انا مش محتاج صلاحيه، يعني الزوم لو انت عايز تعمل بث، البث مش متاح غير بس للكوهوست، للهوست نفسه، الهوست نفسه هو اللي ان هو يعمل بث، انما بقيه الناس اللي بتحضر مش مالهاش انها تعمل بث، يعني المحاضر بس هو اللي من حقه ان هو يعمل البث دوت على الصفحه بتاعته. طب انا مش انا الهوست وعايز اعمل بث، الاو بي اس ما بيشترطش، الاو بي اس اي فيديو شغال خلاص هو يقدر يعمل له بث على طول، حتى لو فيديو متسجل تقدر ان انت تعمل له بث. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اشغل فيديو او عايز اشغل شاشه، يعني في ال سي هتشغل تختار السورس اللي انت عايزه، او تكون انت مشغل فيديو وتقول له ويندو كابتشر، فتقدر ان انت تعمل بث مباشر على وسائل التواصل للفيديو اللي انت عايزه.